هل تعلم ما هو أول مسجد شيد في مصر الإسلامية؟ أول مسجد شيد في مصر الإسلامية هو جامع عمرو بن العاص، أنشأه الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد فراغه من فتح الإسكندرية سنة 21 هجرية. ويعرف جامع عمرو بتاج الجوامع والجامع العتيق، وكان في أول أمره غاية في البساطة، وكانت مساحته لا تتعدى 30 في 50 ذراعا، وكان عند إنشائه بدون صحن، وقد ظل على مساحته هذه حتى سنة 53 هجرية، حيث زاد والي مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري مساحته، وأنشأ به 4 صوامع للمؤذنين، وتم تزيينه، كما وسعه قرة بن شريك سنة 93 هجرية، فهدمه وزاد مساحته وأقام به محرابا، وتوالت عليه بعد ذلك الإصلاحات والتوسعات، فقام عبد الله بن طاهر والي مصر بتوسعته، وأصبحت مساحته 120.5 في 112.5 متر، وهي مساحته الحالية. ولم يكن جامع عمرو لأداء الفرائض به فقط، بل كان جامعة تعقد فيها حلقات العلم التي كان يلقيها كبار العلماء، وبذلك يكون جامع عمرو قد سبق الأزهر بعدة قرون في هذا المضمار، وكانت الدروس تلقى فيه تطوعا بدون أجر، كما كان مجلسا للقضاء لفض المنازعات الشرعية والمدنية، وكان به بيت المال في بعض الفترات. ولم ينقطع التدريس عن جامع عمرو إلا في القرن التاسع الهجري، ويقال إن عدد الصحابة الذين وقفوا في قبلة مسجد عمرو بن العاص 80 صحابية، منهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت. وجرت سنة 1997 في المسجد عمليات ترميم، نظرا إلى تهدم بعض جوانبه،